بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب الأعزاء، تاني ثانوي علمي، راح نحل اليوم أمثلة على درس الصفات المرتبطة بالجنس. نبلش أول إشي بأسئلة الكتاب. في عنا بسؤال بالكتاب يوضح مخطط السلالة الآتي: وراثة صفة سائدة مرتبطة بالجنس. معنى سائدة مرتبطة بالجنس يعني الجين السائد لو رمزنا له بالحرف جي كابيتال زي ما هو مطلوب بالسؤال، جي كابيتال يعني الجين السائد محمول على الكروموسوم الجنسي اكس، يعني اكس الناس او الافراد اللي عندهم الجين السائد على الكروموسوم الجنسي اكس هدول افراد تظهر عليهم الصفة، يعني بكون المربع أو الدائرة مضلل. وزي ما بنعرف إحنا عنا هون المربع المضلل يعني فرد أو ذكر تظهر عليه الصفة، معناته طرازه الكروموسومي هي إكس عليها الجين السائد، واي تظهر عليه الصفة لأنه يحمل الجين السائد. هذا معنى كلام صفة سائدة مرتبطة بالجنس محمولة على الكروموسوم الجنسي إكس في الإنسان. ادرسوا المخطط ثم أجب عما يليه من أسئلة. قبل ما نجاوب على الأسئلة خلينا نطلع أنا وياكم على المخطط. الذكر تظهر عليه الصفة معناته يحمل الجين السائد على الكروموسوم الجنسي إكس، هاي إكس واي جي كابيتال، تمام. الأنثى لا تظهر عليها الصفة معناته هي تحمل زوج الأليلات أو الجينات الغير سائد، يعني الجينات عندها والأليلات متنحية، تمام. هلأ الذكر هاد لا تظهر عليه الصفة، إشي طبيعي لأنه يرث واي من الوالد أو من والده، واي لا تحمل جينات أو لا تحمل أليلات، والإكس يرثها من والدته التي تحمل الجين المتنحي جي سمول، لذلك لا تظهر عليه الصفة لأنه زي ما حكينا الأفراد اللي بتظهر عليهم الصفة هم اللي بيحملوا الجين السائد. نفس الفكرة هون كمان، هذا الذكر الثاني لا تظهر عليه الصفة لأنه يرث الكروموسوم واي من والده وهو لا يحمل جينات، ويرث الكروموسوم اكس من والدته وهي تحمل الجين المتنحي لذلك لا تظهر عليه الصفة، في حين الأنثى تظهر عليها الصفة لأنه أحد الليلاتها موروثة من الأم، هيها اكس جي سمول عليها جي سمول واكس عليها جي كابيتال من والدها، معناته تظهر عليها الصفة لأنه الجين السائد يخفي ظهور الجين المتنحي حسب مبدأ السيادة التامة اللي حكى عنه مندل. نفس الإشي الأنثى الثانية تحمل أحد الليلاتها من الأب، هيو هذا الأليل هون من الأب وهذا الأليل الثاني من عند الأم، فهي تحمل أو تظهر عليها الصفة حسب مبدأ السيادة التامة، الجين السائد أو الأليل السائد يخفي تأثير الأليل المتنحي. هيك إحنا حلينا المخطط. خلينا نشوف الأسئلة نجاوب عليها. لماذا ظهرت الصفة عند الإناث فقط؟ عند الإناث فقط لأن اجتماع الأليل السائد من الأب والأليل المتنحي من الأم أدى إلى ظهور الصفة، وممكن نختصر الإجابة لأن الأب يحمل الجين السائد على الكروموسوم الجنسي إكس، وكلنا بنعرف إنه الأب يورث بناته الإناث الجين الذي أدى إلى ظهور الصفة لديهن. هلأ أكتب الطراز الجيني لكل فرد في مخطط السلالة مستخدما الرمز جي لقليل الصفة السائدة والرمز جي سمول لقليل الصفة المتنحية. إحنا كتبناهم هون عنا على المخطط. ننتقل لأسئلة الفصل. أسئلة الفصل ونشوف إيش فيها أسئلة على درس الصفات المرتبطة بالجنس. في عندي سؤال 8 في أسئلة
الفصل السؤال الثامن، في مخطط السلالة أدناه، قصده عن هذا المخطط، كان الشخص المشار إليه باللون الأزرق مصاب بمرض وراثي، يعني هذا ذكر مصاب، أنثى مصابة وهذا ذكر مصاب. أدرس الشكل ثم أجب عما يليه. هلا، هل يحمل الليل المرض على كروموسوم جنسي أم كروموسوم جسمي؟ الإجابة رح تكون جسمي، يحمل الليل المرض على الكروموسوم الجسمي. فسر إجابتك، كيف عرفنا إنه محمول على كروموسوم جسمي وليس على كروموسوم جنسي؟ الإجابة هي كالتالي: بما إنه الأب والأم أنجبوا ذكور مصابين وإناث مصابات، تمام؟ هلأ الأنثى مصابة، لو فرضنا إنه الأم كانت تحمل الأليلات على الكروموسومات الجنسية، معناته رح تكون، بما أنه لا تظهر عليها الإصابة بالمرض، رح تكون الأم حاملة للليل الإصابة. خلينا نفترض أنه الليل الإصابة H small وعدم الإصابة H capital، تمام. هلأ لو افترضنا أنه الأب بده يكون غير مصاب، معناته يحمل الليل الإصابة، الليل عدم الإصابة، هاي X Y، يحمل الليل عدم الإصابة. هلأ المفروض إنه تكون الإناث مستحيل ولا واحدة فيهم تيجي، ماشي، بما إنه محمول على كروموسومات جنسية، معناته مستحيل يخلفه إناث، تمام، إناث مصابات، لأنه الأنثى المصابة ناتج عن اجتماع الليل متنحي من الأم، على فرض إنه الأم حاملة لجين الإصابة ولا تظهر عليها الإصابة، حاملة لجين الإصابة أو لقليل الإصابة ولا تظهر عليها الإصابة أو لا تظهر عليها أعراض المرض. هلا إذا كانت الأم حاملة وغير مضللة بنقول ماشي، لكن الأب لا تظهر عليه أعراض الإصابة وهو غير مضلل، إذا بدها تكون طرازه هيك، يحمل الليل عدم الإصابة، ولا يمكن في هاي الحالة يخلفه إناث مصابات. إذا الأصل إنه هاي الصفة تحمل جيناتها على الكروموسومات أو الليلاتها على الكروموسوم الجسمي وليس الجنسي، ليس الجنسي الجسمي، يعني راح يكون الأب، تمام، طرازه الجيني كالتالي: H capital H small على الكروموسومات الجسمية، وهو يحمل أو غير نقي، والأم أيضا غير نقية محمولة على الكروموسومات الجسمية. لاحظ ما حطينا لا إكس للأم لا إكس إكس، ولا حطينا إكس واي للأب، لأنه كروموسومات جسمية. هلأ إنجاب أنثى مصابة بالمرض يعني اجتماع الأليلين المتنحيين الموجودين عند الأبوين، يعني هاي إتش إتش، وإنجاب ذكر مصاب برضو اجتماع الأليلين المتنحيين عند الأم والأب، وكمان عندي إناث سليمات نتيجة اجتماع إما الأليل السائد مع الأليل المتنحي أو الأليل السائد مع الأليل المتنحي. إذن بنقول يحمل الليل المرض على كروموسوم جسمي، تفسيرنا للإجابة أنه الأب كان غير مصاب وأنجب إناث مصابات بالمرض. هلأ الفرع باء، إذا تزوج الشاب المشار إليه باللون الأزرق اللي هو هاد شهاب مصاب، يعني طرازه الجيني H small H small، هذا الشاب، تمام، إذا تزوج من فتاة غير مصابة بالمرض، والدها مصاب، غير مصابة، والدها مصاب، معناته هي طرازها الجيني غير نقي، هي غير مصابة حسب السيادة التامة، القليل السائد يخفي ظهور القليل المتنحي، والدها كان مصاب يعني طرازه الجيني H small H small، هي ترث نصف قليلاتها من والدها، معناته بتكون سائدة غير نقية طرازها الجيني، تمام.
اكتب الطرز الجينية والشكلية المحتملة لأبنائهما. طبعا الطرز الجينية لأبنائها والشكلية إما بنعملهم في مربع بنات وهو الأسهل، هاي مربع بنات، ناخد الجينات الام، تمام، هاي الام، سوري، جامتات الأم وهي ناتجة من انقسام منصف. هاي عندي جاميت فاصلة وهي جاميت، تمام، زي ما تعلمنا، هاي اتش وهي اتش، انقسام منصف لجاميتات الأب، هاي جاميت فاصلة، هاي جاميت، عندي جاميتين لهم نفس الطراز، باخد جاميت واحد، هنا طرازين مختلفين باخد الجاميتين، طلع عندي اتش 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 اتش. لاحظ هاي الطرز الجينية للأفراد أو المحتملة، إذا بقول الطرز الجينية المحتملة لأبنائهما كالتالي: اتش كابيتال اتش سمول و اتش سمول اتش سمول. أما الطرز الشكلية المحتملة للأبناء رح يكون عندي هاد مصاب 50%، خلينا نقول 50% مصابين بالمرض و50% سليمين من المرض. هلأ في سؤال 9: تزوج شاب بفتاة وكان كلاهما غير مصاب بمرض عمل ألوان. طبعا كلمة عمل ألوان بتعنيني إنه المرض مرتبط بالجنس أو إنه الصفة مرتبطة بالجنس وتحمل أليلاته على الكروموسوم الجنسي X. هلأ الشاب تزوج من فتاة كلاهما غير مصاب. كلاهما غير مصاب يعني أول إشي بدنا نعرف إنه الشاب الغير مصاب ما في حل إلا إنه يكون غير مصاب حامل للقليل السائد، تمام. هلأ التنين إبصارهما طبيعي، فأنجبا 3 بنات إبصارهن طبيعي. إذا تزوجت إحدى البنات بشاب إبصاره طبيعي وأنجبا ذكر مصاب، بما أنه أنجبوا ذكر مصاب معناته رح تكون هاي أحد البنات الثلاث حاملة لقليل الإصابة، لأنه أنا بعرف أنه الذكر المصاب، الذكر دائما يرث قليل الإصابة من الأم، معناته واحدة من الثلاثة بنات هدول حاملة لقليل الإصابة، إذا بدها تكون واحدة منهم طرازها الجيني اتش كابيتال اتش سمول. بما انه من الثلاث بنات كان عندي واحدة حاملة لقليل الإصابة، معناته بدها تكون الأم هيها اكس اكس الأصلية، أمهم الأم، بدها تكون غير مصابة لكن بصورة غير نقية، أي حاملة لقليل الإصابة. هلأ راح يخلفوا 3 بنات، خلينا نفترض إنه أول بنت هاي مع هاي أول بنت اكس اكس اتش كابيتال اتش كابيتال. هلأ البنت الثانية هيها اكس اكس اتش كابيتال اتش سمول، والبنت الثالثة ممكن تكون يا اما سليمة نقية لا تحمل قليل الإصابة، او سليمة بصورة غير نقية تحمل قليل الإصابة. خلينا ناخذ واحدة من الثلاث بنات، هاي البنت هيها اكس اكس اتش كابيتال اتش سمول. زي ما قال السؤال، تزوجت من شاب إبصاره طبيعي، يعني يحمل القليل السائد، إبصاره طبيعي. هلأ أنجبت هاي الأنثى اللي تزوجت شاب إبصاره طبيعي، أنجبت ذكر مصاب. هاي الذكر يرث الواي من الأب، لأن واي طبعا لا يحمل قليلات، معناته فسر سبب إصابة هذا الطفل بمرض عمل ألوان إنه والدته كانت تحمل قليل الإصابة،
إذن الإجابة تفسيرنا سبب إصابة الطفل بمرض عمى الألوان أن والدة الطفل كانت سليمة أو إبصارها طبيعي بصورة غير نقية، أي أنها تحمل الليل الإصابة. والذي خلص تحمل قليل الإصابة، وهذا الكلام كافي. ورثت قليل الإصابة لابنها، لأنه الأب الذكر يرث قليل الإصابة من الأم على الأغلب. طيب شباب، نرجع للدوسية اللي بين إيديكم. طبعا كل الأسئلة اللي فيها مش محلولة، في منها أسئلة محلولة وأسئلة مش محلولة. بتمنى الأسئلة اللي مش محلولة تحلوها، وأي شيء ما بتعرفوه على طول تبعتوه لي على الخاص. دائما بدي أذكركم أنه بالصفات المرتبطة بالجنس، لو سألني ما نوع الوراثة أو ما نمط الوراثة، نمط الوراثة أو نوع الوراثة دائما غير مندلية، لأنه إحنا بنحكي عن صفة غير مندلية، بنقول له غير مندلية، نوع الوراثة غير مندلية مرتبطة بالجنس، لازم أوضح له إنها مرتبطة بالجنس. إذا هي غير مندلية مرتبطة بالجنس. ونوع السيادة أكيد سيادة تامة، لأنه اجتماع القليل السائد مع القليل المتنحي، فإن القليل السائد يخفي تأثير القليل المتنحي. في عندي مثال بالكتاب، هو محلول بس بدي أفرجيكم أنا كيف حليته. تزوج رجل غير مصاب بالعمى اللوني، فصيلة دمه A. لاحظ أنا عندي صفتين، صفة العمى اللوني تمام، وصفة فصائل أو فصيلة الدم. أنا عندي صفتين، فالرجل هيو غير مصاب بالعمى اللوني، طبعا غير مصاب يعني يحمل الليل سائد تمام، ورمزنا له بالسؤال بالرمز R كابيتال. فصيلة دمه A. طيب فصيلة دمه A، بس ما بعرف هل هي A نقية أو غير نقية، يعني A I A capital I A capital أو I A capital I small، من فتاة غير مصابة بالعمى اللوني. هاي أنا عندي هون الفتاة غير مصابة بالعمى اللوني، بس ما قال لي هل هي غير مصابة نقية أو غير نقية، فصيلة دمها غير معروفة. طيب أنا بدي أعرف باقي حل السؤال، هل الأب نقي بالنسبة لفصيلة الدم أو غير نقي، وهل الأم نقية بالنسبة لعمل ألوان أو غير نقية يعني حاملة لقليل الإصابة، وبدي أعرف كمان إيش فصيلة الدم لأنها غير معروفة. من وين بدي أعرفهم؟ من خلال الأبناء. طيب نكمل السؤال. فأنجب طفلا ذكرا مصاب بالعمى اللوني، هي الذكر اللي أنجبوه، هدول الأبناء، ذكر مصاب بالعمى اللوني، مصاب معناته يحمل قليل الإصابة R small، وفصيلة الدم O يعني طرازه الجيني لفصيلة الدم I. معناته أنا عرفت نص الحل، بما أنه الكروموسوم Y عند الذكر من الأب، الكروموسوم X راح يكون من وين؟ من عند الأم. إذا الأم كانت غير مصابة بصورة غير نقية حاملة لقليل الإصابة لأنها خلفت ذكر مصاب. هلأ بالنسبة للجزء الثاني من الحل، أنا عندي الذكر اللي أنجبوه زي ما حكينا، فصيلة دم O طرازه الجيني بالنسبة لفصيلة الدم II، أصبح أنا زي ما تعلمنا أنه نصف القليلات عند الأبناء من الأب، معناته رح يكون عندي الأب غير نقي بالنسبة لفصيلة الدم A، والنصف الثاني من الأم، معناته رح هاي عرفنا نص الحل عند الأم. نكمل قراءة السؤال. هلأ أنجبوا ذكر حكينا عنه واستفدنا من الذكر أنه عرفنا نص الحل. هلأ وطفلة، هاي طفلة هيها اكس اكس غير مصابة بالعمى اللوني غير نقية، يعني R capital R small تمام، وفصيلة دمها AB، البنت فصيلة دمها AB يعني طرازها الجيني لفصيلة الدم AB. هلأ الـ A من الأب، معناته راح تكون الـ B من الأم، إذن فصيلة الدم للأم انعرفت
من الأبناء فصيلة دمها بغير نقية. هلأ اكتب الطرز الجينية المتوقعة لكل من الرجل والفتاة والطفل والطفلة، زي ما أنا حليت. الرجل طرازه الجيني هيو A غير نقية وإكس آر إكس واي آر، والأنثى هي معانا انحلت، والطفل الذكر طلع معانا والطفلة هيها، تمام. هلأ ما احتمال إنجاب أنثى مصابة بالمرض؟ أنثى مصابة بالمرض، هلأ الأم حاملة والأب سليم. هلأ لو أنا افترضت إنه الإكس هاي مع الإكس تاعت الذكر رح تطلع عندي أنثى سليمة بصورة نقية، الإكس الثاني مع الإكس رح تطلع عندي أنثى حامل، إذن احتمال إنهم يجيبوا أنثى مصابة بالمرض صفر. ما احتمال إنجاب ذكر غير مصاب؟ لاحظ هون بركز على كلمة ذكر، ذكر غير مصاب ما حدد لي، ما قال لي من بين الأفراد الناتجة. ذكر أنا مبين معاي هون الذكور عندي، هاي ذكر إكس واي، في الصفات المرتبطة بالجنس دائما بتبين عندي الذكور إكس واي، هاي ذكر غير مصاب وإكس واي هون ذكر مصاب، إذا من الذكور واحد من الاثنين، مجموع الذكور اثنين، واحد من الاثنين الحدث المنافس اللي هو ذكر يعني واحد هيو غير مصاب. من المجموع الكلي للذكور عندي اثنين، واحد على اثنين، لكن في فرق لو قال لي ما احتمال انجاب ذكر مصاب من بين الافراد الناتجه. من بين الافراد الناتجه، الافراد الناتجه مجموعهم اربعه والحدث المنافس ذكر، هلا كم ذكر غير مصاب؟ واحد من بين الافراد كلهم، واحد على أربعة. طيب نيجي للسؤال اللي بعده، ما احتمال إنجاب أنثى سليمة من بين الأفراد الناتجة؟ أنثى سليمة، الحدث المنافس أنثى سليمة، هلا أنا عندي هون أنثى سليمة وهون أنثى سليمة، معناته تنتين على مجموع الأفراد اللي هم أربعة. هلا ما نوع أو ما نمط الوراثة ونوع السيادة؟ هلأ بالنسبة لنمط الوراثة، هذا السؤال فيه وراثتين أو فيه صفتين، العمل اللوني وفصائل الدم. بالنسبة للعمل اللوني، نمط الوراثة غير مندلية مرتبطة بالجنس، ونوع السيادة تامة، لأنه اجتماع مثلا الإكس آر كابيتال آر سمول، اجتماع الجين السائد مع الجين المتنحي، فإن الجين السائد يخفي تأثير الأليل المتنحي أو الجين المتنحي، تمام؟ إذا بناخد كل صفة لحال، ها، ما نوع الوراثة، ما نمط الوراثة، العمل اللوني، نمط الوراثة غير مندلية، وراثة غير مندلية مرتبطة بالجنس. أما فصيلة الدم، ها بحكي له عن التنتين، فصيلة الدم برضه غير مندلية، أليلات متعددة، أليلات متعددة، وممكن أقول له لأنه في عندي بالسؤال لاحظ حالة سيادة تامة وعندي سيادة مشتركة، فبحكي له أليلات متعددة، في عندي سيادة تامة وسيادة مشتركة وهي وراثة غير مندلية. طب في عندي هون سيادة تامة وعندي سيادة مشتركة، عشان هيك لما سألني ما نوع السيادة لازم أحكي له إنه فصائل الدم أليلات متعددة وهي عندي حالة سيادة تامة وسيادة مشتركة. أما عمل ألوان، وراثة غير مندلية مرتبطة بالجنس والسيادة تامة، تمام. هلأ في عندي باقي الأسئلة، واجب ياريت تحلوه وتبعتوا لي إنه تم، وأي سؤال بتحسوا إنه مش عارفين تحلوه بناقشكم فيه على الخاص. هون في عندك مخططات لسلالة العائلة برضو، أمثلة وأسئلة ضروري تحلوها. هون كمان عندي أسئلة. طيب في عندي سؤال يمثل الجدول المجاور، جاميتات لأبوين، جاميتات، لاحظ جاميتات لأبوين، يعني هاي الأب هاي جاميتاته والأم هاي جاميتاتها، تمام. ورمز لقليل لون الشعر الأحمر R capital،
والشعر الأسود R small، وعمل ألوان D small. طبعا عدم الإصابة مع الألوان راح تكون D capital، وهي صفة مرتبطة بالجنس. إذا أنا عندي صفتين بالسؤال اللي هي لون الشعر وصفة عمى الألوان. هلأ المطلوب ما الطرز الجينية لكل من الأبوين، هو معطيني جامتات الأبوين، هو طالب مني الطرز الجينية، وأنا بعرف إنه الجامتات نتجت من توزيع حر، لأنه أنا عندي صفتين، الجامتات نتجت من توزيع حر لجينات الأبوين. فمن جامتات الأب أنا بقدر أعرف جيناته، بطلع على الصفتين. بالنسبة لصفة لون الشعر، هل هي نقية عند الأب؟ مش نقية، معناته أول إشي لون الشعر عند الأب غير نقي. طيب بالنسبة لعمل ألوان، هل الأب يحمل القليل السائد ولا القليل المتنحي؟ يحمل القليل السائد، معناته رح يكون X Y D capital، D capital غير مصاب بعمى الألوان. وفعلا لو عملت توزيع حر، هيو زوج القليلات هات تبع لون الشعر يتوزع على زوج القليلات اللي هن المحمولات على الكروموسوم الجنسي، راح تكون R capital X D capital هيها، R capital Y هيها، هلا R small X D capital هيها، و R small Y هيها. تمام، إذا أنا عرفت إنه الطرز الجينية للأب راح يكون عندي R capital R small X Y D capital. تمام، هلأ الطرز الجيني للأم برضه من خلال الجاميتات، بما إنه ماخذ عندي من ماخذ، هم المفروض يكونوا أربعة، أخذ اثنين معناته في عندي التنين التانيين بيشبهوا هدول. إذا أنا عندي بالنسبة ل قليل لون الشعر عند الأم راح يكون نقي، وقليل عمل ألوان غير نقي، إذا راح تكون R capital الأم هيها، R capital R capital و X X D capital D small. تمام، ما الطرز الشكلية لكل من الأبوين؟ الأب طرازه الشكلي أحمر الشعر غير مصاب بعمل ألوان، هيو أحمر لأنه السائد يمنع ظهور متنحي، إذا أحمر الشعر غير مصاب بعمى الألوان، أو ممكن أقول سليم من عمى الألوان. الأنثى أو الأم راح تكون حمراء، هيو نقية حمراء الشعر، نقية وحاملة لجين الإصابة غير مصابة، حاملة لقليل الإصابة. طيب ما الطراز الشكلي للفرد الذي يمثل رقم واحد؟ هلأ رقم واحد بده الطراز الشكلي، أنا ما بقدر أعرف الطراز الشكلي إلا إذا عرفت الطراز الجيني، بروح بشوف الطراز الجيني للفرد رقم واحد. الفرد رقم واحد من وين جاي؟ من تزاوج الأبوين. أنا عندي R مع R، R capital R small X X D capital D capital، هاي الطراز الجيني، معناته الطراز الشكلي للشخص رقم واحد ذكر أنثى سليمة من عمل ألوان نقية، أنثى سليمة من عمى الألوان نقية، تمام، أو بصورة نقية وحمراء الشعر. ما احتمال إنجاب الطراز الشكلي الذي يمثله رقم 2؟ رقم 2 خلينا نشوف الطراز الجيني لإله، رح يكون عندي R capital R small X Y D small. هلأ الطراز الشكلي ذكر، تمام، مصاب بعمل ألوان وشعره أحمر، معناته ما احتمال إنجاب ذكر مصاب بعمى الألوان أحمر الشعر؟ بشوف وين في عندي ممكن يكون ذكر مصاب، هنا ذكر سليم، هنا ذكر مصاب، هنا R، هون X D مع Y، ذكر سليم شعره أحمر، هنا ذكر مصاب شعره أحمر، هون رح يكون عندي R capital R capital X Y D small. إذن ذكر مصاب هاي واحد وهي واحد، اللي فوق هدول الذكور هاي بيطلع عندي هون ذكر، لكن هذا الذكر بده يكون سليم، هاي هون سليم، هلأ هون برضه سليم. إذن أنا عندي ذكر مصاب، رح يكون عندي
واحد تنين تنين من الأربع ذكور. أنا عندي هاي عندي ذكرين وهون ذكرين، عدد الذكور أربعة من الذكور. إذا ما قال لي من بين الأفراد الناتجة خلص معناته بدي أعرف إنه من الذكور، من بين الذكور خلص ذكر مصاب يعني اثنين من الأربعة. الحدد المنافس اثنين على العدد الكلي للذكور أربعة. تمام. هلأ نيجي للسؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده نفس الفكرة. تمام، بدنا نعرف الطراز الشكلي للأبوين. لازم أعرف طرازهم الجيني قبل ما أعرف طرازهم الشكلي. أنا عندي هون صفتين، عندي فصائل الدم، هيو فصائل الدم ونزف الدم. بتطلع على الأب بدي أعرف طرازه الجيني للأب، بشوف فصيلة الدم عنده A غير نقية، أصبح عنده نوع دمه A غير نقي. هون على فكرة سوري، هون الأم وهون الأب، زبطوها شباب. هون الأب لأنه أنا عندي XX، وهنا بالنسبة لعمى الألوان أنثى مصابة بعمى الألوان. إذا أنا عندي الطراز الشكلي للأنثى، أنثى مصابة بعمى الألوان، فصيلة دمها A. تمام. نيجي للذكر. الذكر معطيني نص جامتات ومش معطيني الجامتات الثانية. كيف بدي أعرف الجامتات الثانية؟ باجي بعرف الجامتات من الأفراد. أنا عندي هون فرد، تمام، وعندي هون كمان فرد. هلا هون عندي الفرد هاد نصف الليلاته بالنسبة لفصائل الدم من الأم ونصف من الأب. إذا الآي جاية من الأم معناته البي، آي كابيتال بي، جاية من عند الأب، آي كابيتال بي. تمام. الإكس واحدة جاية من الأب والتانية جاية من عند، سوري، من الأم والتانية جاية من عند الأب. هاي أنا عرفت الجامتات، كملت الجاميت الثاني من الأفراد الناتجة. تمام. هلأ الطراز الجيني للأب إحنا زبطنا صلحه، إحنا قلنا هاي أنثى وهذا الذكر، هاد هيك. إذا الطراز الجيني للذكر رح يكون فصيلة دمه بي، تمام، هاي ها بي، وبالنسبة لعمى الألوان هون واي، واي لا تحمل الجينات، هون واي فيش عندي ار، هون واي راح يكون عندي اكس واي سليم من عمى الالوان، ظبطوا هاي واي. تمام. طيب بتمنى يا شباب تكونوا استفدتوا، وبتمنى انكم تحلوا الاسئله اللي الثانيه هاي كواجب، وأي سؤال أنا مستعدة على أناقشكم أنا وياه. موعدنا الحصة الجاية إن شاء الله بالدرس الرابع من الوراثة الغير مندلية اللي هي الصفات المتأثرة بالجنس.